وعرجنا أيضا على قصة داود عليه السلام في أنه اتهم بأنه قتل قائد جيشه ليستحوذ على زوجته فيكمل بها 100 زوجة عنده، وقلنا بأن الآية الشريفة لم تشر إلى زوج ولا زواج ولا زوجات، وإنما هي على ظاهرها خصومة من خصمين اختصما في نعاج في ماشية، اقتحم على داود في خلوته وفي عبادته فخاف منهم ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فإذا هذه الملاحظة واضحة بأن هذين خصمان اختصما في مسألة، وداود يحكم بينهم، قد آتاه الله الملك والحكمة والنبوة، ولكنه في هذا اليوم يختلي بالعبادة، يختلي بعبادة الله، فلما دخلوا عليه هكذا تسوروا المحراب، قفزوا الجدار، فزع منهم، ثم طرحوا مسألتهم بأن هذا ظلمه فعنده 99 نعجة وهذا عنده 1، وهو يريد أن يبتزها منه ليكمل 100، وهذا شأن كثير من الناس المتجبرين في الأرض، يكون عنده خير ما شاء الله ويأتي إلى الفقير ليأخذ منه ما عنده، فيقتطع عنده قطعة أرض، عنده ما شاء الله ذلك من الأراضي، وعنده قطعة أرض هذا الفقير يريد أن يبتزها منه، عنده مشروع يريد يكمله، عنده قصر يريد أن يبنيه، كما ذكر عن أحد الأمراء أنه كان هم أن يبني قصرا كبيرا مشيدا، فاشترى جميع الدور التي حول المكان إلا دارا صغيرة لامرأة عجوز، فساومها بمال ليكمل بناء قصر فأبت، ثم يعني أراد أن يسلبها منها سلبا، فاشتكت إلى القاضي وأدعت الخصومة، فقال القاضي لها إن الأمير يعطيك فوق مبلغ دارك أضعافا مضاعفة، فهذا ليس من العقل أن لا تبيعي، فكان رد المرأة العجوز، قالت ليس من العقل، هذا من العقل، ليس من العقل أن يبيع أو يشتري أرضا لا تساوي كذا بأضعاف مضاعفة، أيهما العقل، أيهما عقل أن يبتزني داري ثم يعني يضاعف لها الثمن، فبهت القاضي، فهذا شأن الإنسان المتجبرين في الأرض هكذا. فهذه مسألة يعني كأي مسائل، إنما داود عليه السلام استمع إلى خصم واحد واستنظر الخصم الآخر ليستمع إليه، لكنه سكت، الخصم الثاني لم يتكلم، فطال الوقت، فحكم داود بما سمع الأول، كأن الخصم الثاني يعني أقر بما عند الخصم الأول، أي بالتهم الموجهة إليه، قال إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أيها الإخوة الأعزة، وأما استغفار داود، واستغفر وظن داود أن ما فتناه، فالافتتان هنا هو المحنة والاختبار، والاختبار يكون في شأن المذنب وغير المذنب، حتى الإنسان الصالح التقي يبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فابتلاء داود عليه السلام ليس في جراء أن يصور له هذا الأمر، وإنما في تصوير أمر آخر، وابتلاء في حكومته لأنه يحكم بين الناس، فهو أشد حذرا وحرصا أن يظلم أحدا، لذلك قال عقب الآية يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا هنا ذكر الله تعالى داود وذكر الناس جميعا بأن يحكموا بالحق، وليس يعني ذلك بأن داود قد ظلم أو بغى، لا،
إنما أخذ جانب الحيطة في الحكم وسماع الخصم الأول، ثم سماع ترك مجال لسماع الخصم الثاني. على أننا لا نستطيع أن نقطع بالتفسير الحقيقي لهذه الآيات، فيا إخواني يكفي لنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: حسبكم كتاب الله، فما فهمتموه فخذوه، وما غاب عنكم أو تشابه فدعوه. هذه ينبغي أن تكون قاعدة للإنسان، ما لازم كل آية تعرف تفسيرها. نبذل جهدنا، نسأل العلماء، نقرأ التفاسير، نقرأ الكتب، لكن هناك آيات وقف كبار الصحابة عنها. الأب قال أبو بكر فيه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعمر قال: وما يضرك يا عمر إن لم تعرف الأب. فإذا كانوا يا إخواني يعني يتحرزون في كتاب الله. ولذلك نحن نرى بأن سماحة الشيخ الآن وقد بلغ ما بلغ من العلم، وبلغ أيضا من الكبر ورجاعة العقل، ومخضت هذه التجربة الرائعة مع سعة العلم والأفق، تجلس معه لحظة واحدة يغمرك بعلمه وعرفانه. مع ذلك لو تقرؤون البرهان الذي يعتبر الآن من آخر ثمراته أو من ثمرات إنتاجه، يتوقف في كثير من المسائل، فيورد لك أقوال في مسألة واحدة أو تفسير آية يعني مدة 50 صفحة يبحث الأقوال، ثم يقول في النهاية: ولا أستطيع القول أو القطع بأي قول، تأدباً مع الله سبحانه وتعالى وعدم وجود الدليل القاطع في ذلك. يعرض الأدلة، يرد عليها، وهكذا. وكثير من الآيات يقف عندها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. هاتان الآيتان، هذه الآية والتي ولاها، شرحهما في درسين كاملين من دروس التفسير في أكثر من 2 ساعة أو 3 ساعات. مع ذلك بعد أن عرض الأقوال قال: وأتوقف عند قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فماذا نقول نحن؟ فإذا ما كل شيء يا إخواني نريد أن نتوقف عنده أو نريد أن نفهمه. ويعني أعتذر للإخوان الذين يتابعون على البث المباشر للتأخر في النقل بسبب بعض العطل، والآن نواصل معهم الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. فمن يتابعنا في البث المباشر حياه الله وبياه، ونحن نتكلم اليوم عن أخلاق الأنبياء وهو تكملة للموضوع السابق. نواصل بعض النماذج الأخرى لبعض التهم التي كيلت للأنبياء وهي لا تطعن في عصمتهم. من ذلك قول يوسف عليه السلام عندما طال عليه السجن لساق الملك: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 4 سنين. فإن بعض المفسرين قالوا: لولا اعتماده على بشر لأخرج من السجن في ساعته، أي اعتمد على البشر ونسي رب البشر. وهل يليق ذلك بيوسف عليه السلام الذي أخلصه الله وأنجاه من الجب وأنجاه من إخوته وأنجاه من امرأة العزيز وبوأه ما بوأ وأعطاه تفسير الرؤى ونبأه؟ هل يليق أن يكون يصدر منه ذلك الأمر؟ لا يليق. إنما قال اذكرني عند ربك، ليس أنه لا يعتمد على الله سبحانه وتعالى، بل هو معتمد على الله تبارك وتعالى. لكن هذا يعلمنا من باب الأخذ بالأسباب، وهذا ما قاله جماعة من المفسرين، هذا من باب الأخذ بالأسباب. هل نحن ينقض في عقيدتنا وفي عقيدة التوكل ألا نأخذ بالأسباب؟ لا ينقض. هل يمكن أنت أن تترك الأخذ بالأسباب؟ لا، بل الأخذ من الأسباب من قيم الدين وشرائعه وحدوده، ولولا ذلك لما أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بها أنبياء الله تبارك وتعالى ودعوا إلى الله. الله قادر على هداية الناس، لكن طرقوا الأبواب وتحملوا الأذى وغربوا وهجروا، ومنهم من قتل من الأنبياء ومنهم من كذب. وإنما هذا من باب الأخذ بالأسباب، بل هذا مدح ليوسف عليه السلام أنه يعلمنا أن نأخذ بالأسباب مع اتكالنا على الله سبحانه وتعالى وهو المنجي من كل خطر. اذكرني عند ربك، فهذا أخذ بالأسباب. إذن لماذا أنساه الشيطان؟ لحكمة أرادها الله بأن يطول السجن ليوسف عليه السلام، وأن تأتي الرؤيا الملك
لأن يكون بعد ذلك يبرأ يوسف وأن يتبوأ في الأرض وأن يمكن له في ذلك. فكل شيء له حكمة، لكن ليس تأخيره في السجن لعقوبة، إنما لحكمة أراده الله، فلبث في السجن بضع سنين. وكذلك مثله قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ألا يعلم لوط أنه يتكئ إلى ركن شديد وهو ركن الله سبحانه وتعالى؟ حتى إذا دهمه هؤلاء القوم يريدون أن يعتدوا على أضيافه في بيته، قالوا: ما لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ألا يعلم لوط عليه السلام أنه يأوي إلى ركن الله عز وجل؟ الأنبياء كلهم يقولون هذا، يقولون بأنهم يأوون إلى ركن شديد ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى. وإنما قصارى جهد لوط عليه السلام، وقد استفرغ الدعوة، إنما كان خيفته على الأضياف قبل أن يعرف أنهم ملائكة، وأراد أن يطرد قومه فيدفع عن هؤلاء الأضياف ما يلاقيهم من خطر قومهم واعتدائهم وفواحشهم. فقال: لو أن لي بقومي قوة يساندونني ويعضدونني. فذلك أيضا من باب الأخذ بالأسباب والعلم عند الله. وكذلك ما نسب إلى موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام إنما قتل الرجل من بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وما أراد موسى عليه السلام أن يقتل الرجل، وإنما كان هذا كما قيل حارسا يعتدي على الفقراء فيأكل حقوقهم، واستغاثه رجل من قومه، من قوم موسى، على هذا الظالم من قوم فرعون الذي يظلم الناس، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أولا، موسى إنما أنقذ إنسانا مظلوما على ظالم. ثانيا، أنه لم يقصد القتل من أول الأمر، يريد أن يدفعه فقط، يدفعه عن أذى هذا الفقير، يدفع ظلمه عنه، لكنه خر ميتا، خر ومات كما يحصل عند أي موقف من المواقف. موسى قوي طبعا، أكيد في قوة، فعندما دفعه دفعة قوية يعني قبضت روحه توفي. فإذا موسى بعيد على أن يقتل نفسا بريئة، بل هذه نفس ظالمة، فهو يدفع الظلم، والدفع الظلم مفخرة وعزة وأنفة وأخلاق عالية، نصرة المظلوم، وهو من صميم تعاليم الإسلام وتعاليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، أنه لم يرد قتله وإنما دفع أذى. فلما مات ما كان موسى متسببا في قتله، وإنما كان أي لم يقصد القتل من أول الأمر، لكن قوله هذا من عمل الشيطان أي لم يرد القتل، ما كان وده يقتل إنسان، للطافته ويعني التسامي روحه وعظيم أخلاقه ما أراد أن يؤذي أحدا. لذلك لما استغاثه في المرة الثانية قال فذكره بالله، ذلك الذي هم بموسى به، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا، خاطب موسى عليه السلام، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فتركه لأن تذكر هنا أن حتى دفع الظلم يعني خاف أن يكون يؤدي إلى فتنة أشد منها فيكتب. لكن عمل موسى بل هو سعي للتصحيح الخطأ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، برد الظالم والضرب على يد الظالم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك ما نسب إلى موسى يعني أشياء كثيرة، يعني من ضمنها: يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ما الذي آذوا به موسى وما الذي برأه الله؟ الصحيح أن الذي آذوا به موسى السب والشتم واتهامه بالسحر والكهانة، تطاول عليه، قالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك، واستهزاء به وتكذيبه، كل هذا أشد الإيذاء. وكذلك يعني عبادة العجل من دون الله، وكذلك نسيان عهد موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مناجاة الله عز وجل، كل هذا أذى. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني بنو إسرائيل آذوا موسى كثيرا،
حتى أنه قيل لم يؤذى نبي مثل ما أذي موسى عليه السلام من بني إسرائيل، لقي أشد العنت حتى مماته عليه الصلاة والسلام، لقي العنت معهم في التيه في طور سيناء يتيهون في الأرض، كان موسى وهارون معهم حتى مات هارون ثم مات موسى عليه السلام، وخرج بهم من سيناء إلى بيت المقدس خليفته وهو يوشع بن نون، وهو كان من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. فبرأه الله ما قال، برأه الله أثبت الحجة، أغرق فرعون، أغرق القوم الظالمين، بوأ بني إسرائيل الأرض التي بارك الله فيها. لكن أن يأتي حديث وإن كان رواه البخاري بأن الذي يعني لا تكونوا كالذين آذوا موسى، بأن موسى كان يوم الأيام سبح يسبح على نهر، وأن موسى كان إذا أراد أن يستحن كان يعني يترك ملابسه على الحصى، وأنه يتعرى، حاشا لنبي أن يتعرى حتى لو يستحن، ليس من كرامة النبي أن يتعرى كما خلقه الله، على الأقل المئزر أو الإزار. فهم هكذا يرمون، رواية البخاري هذه أنه تعرى فترك ثيابه على صخرة قريبة من النهر فجرت بها، جرى بها النهر، أي سحب تلك الحصاء النهر، فجلس موسى يركض. يعني كان بنو إسرائيل يتهمون موسى بأنه آذر وانتفخ الخصية أكرمكم الله، كلام يعني غريب عجيب، هذه الرواية كيف يعني لفقت على موسى عليه السلام. فأراد الله أن يبرئه بأن ينظر بنو إسرائيل إليه نظر العين فيبرأ هكذا عيانا، فجعل يركض وراء الحجر ويقول ثوبي حجر، ويضربه بعصاه ليأخذ ثيابه حتى رآه بنو إسرائيل كما خلقه الله، فبرأه الله وبينوا بأنه ليس في هذا المرض. ألا يجد الله سبحانه وتعالى طريقة لتبرئة أنبياء إلا بهذه الطريقة السيئة؟ ما يمكن أن تصدق هذه الروايات كما يقول عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء وغيره، بأنه يعني هل أعية الحير؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يعيه شيء؟ فعينا بالخلق الأول، ما يمكن أن يبرأ موسى بهذه الطريقة القذرة. فهذه كلها من الإسرائيليات ومن الكذب، وإنما الصحيح الذي ذكرناه لكم من اتهام بني إسرائيل لموسى وفرعون كذلك بالسحر والكهانة والتكذيب والإذاء وتعذيب بني إسرائيل، وبرأه الله مما قالوا بأن أظهر الله الحق، وأظهر الله الحق ونصر موسى ومن معه من عباد الله المؤمنين. وكذلك ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا هو خاتم النبيين وفي القمة، فلا يمكن إذا كان أولئك الأنبياء نزهوا وعصموا عن المعاصي فمن باب أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا أخذه الأسرى تقدم الحديث عنه، عفى الله عنك لما أذنت له، أول معركة في الإسلام، لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى الذين معه أن يقتلهم أو أن يأخذ الفداء، قال الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. كان النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين الأمرين، ومع ذلك استشار الصحابة، استشار، فكان القلة يرون قتل الأسرى حتى يظهر الإسلام ويري أعداء الإسلام قوة المسلمين وأنهم ليسوا في ضعف، ورأى الأكثر منهم أبو بكر وكبار الصحابة والأكثر من الصحابة قالوا هؤلاء أقاربنا وفيهم أبناء عمومتنا وأول مرة، فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم أو أشاروا عليه بأن يعفو عنه وأن يقبل الفداء فدية. فنزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك، ولذلك قدمها بالعفو، لو كان ذنبا لما كان هذا. حتى لفظة العفو يا إخواني إيش معنى أن يكون العفو بعد جرم أو بعد ذنب أو معصية؟ قلنا بأن هذا خلاف الأولى، أو ترك أمرين أحدهما فاضل والثاني مفضول، يجوز أن يفعل هذا ويجوز أن يفعل هذا، لكن الله أراد لنبيه صلى الله عليه وسلم الأفضل والأكمل. ولو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله لما خالفه أبدا وما تردد فيه. فإذا هذه المسألة ينبغي أن نقف عندها،
أما قوله في كثير من الأحاديث عندما دخل عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ووجد أبا بكر يبكي فقال يا رسول الله يعني أخبرني لعلي أبكي معكم، إيش الأمر يعني؟ قال لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة بسبب أخذ الفداء، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم أي من الفداء عذاب عظيم. لكن سبق في علم الله وسبق في كتاب الله العفو عن المسألة، مسألة فاضل وفضول ليس فيها شيء وحي لكي يخالفه النبي صلى الله عليه وسلم حاشا. وكذلك قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فإن لفظ التحريم هنا لا يقصد على ظاهر وإنما هذا من باب التجوز، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم ما أحل الله أو أن يحل ما حرم الله، كيف وهو الذي بلغنا كتاب الله وفي كتاب الله عز وجل ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فعد هذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى، بل قرن التحليل والتحريم بالشرك. فينبغي الإنسان أن لا يحلل ولا يحرم بشيء من عند نفسه، فكيف يقدم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما هذا يا إخواني امتناع، مجرد امتناع. والقضية أنتم تعلمون بأن المقوقص عظيم الأقباط أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية، هي جارية، وأهدى له طبيبا فقبل الجارية واتخذها أم ولد، لأن الزوجة هي من يعقد عليها القران بمهرها وشروطها، لكن ملك اليمين يدخل عليها بدون عقد وبدون مهر، وهذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن من كان عنده ملك يمين من الإماء. فلما حصلت ماريا مع النبي صلى الله عليه وسلم غارت حفصة وعائشة رضي الله عنهما، والغيرة موجودة في النساء على عظم منزلتهما وعلو مكانتهما وعظيم فضلهما، هذا موجود. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عسلاً مع ماريا ووجدنا ريحها من النبي صلى الله عليه وسلم فازدادت غيرتهن، هذا الامتناع، هذا هو امتناع وليس تحريم، حاشا لرسول الله أن يحرم ما أحل الله. ولذلك العلماء ردوا على الزمخشري صاحب الكشاف الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ هنا، فنسب إليه الخطأ، ومن الكبير أن ينسب خطأ إلى نبي، وقلنا نحن نتعلم من الإيمان برسل الله أن لا نجرؤ أبدا بأن نقول بأن نبي من الأنبياء أخطأ أو نبي من الأنبياء عصى أو نبي من الأنبياء غوى، لله أن يصف أنبياءه بما يشاء، نحن نتأدب. إنما كما قال ابن بركة صاحب الجامع وكما قال القطب محمد بن يوسف الطفيش في تفاسيره نقول خلاف الأولى، نقول خلاف الأولى أي فعلوا خلاف الأولى، ونتأدب مع أنبياء الله. فالجرأة على رسول الله أن نقول أخطأ هنا رد عليه العلماء على الزمخشري ويعني لاموه وقدحوا فيه وذموه كثيرا، وحق لهم ذلك لأن التأدب في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عظيم، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نوقره وأن نجلله، توقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك نسبت إليه رواية تذكر وقد يعني ذكرت في بعض الروايات ونقلها بعض العلماء، ومن يقرأ أيضا في كتاب نتائج الأقوال للشيخ سعيد بن محمد حارث رحمه الله نقل هذه الرواية ولم يعلق عليها، فننتبه لمثل هذه الرواية لأنها باطلة لا تصح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها قبل زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كانت زوجا لزيد الذي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأراد الله أن يهدم التبني لأن زيد هو متبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني نسبوا إليه. العرب كانت إذا أخذت ولد يعني ليس ولدها تبنته، مثل الآن تأخذ يتيم وتتبناه، لكن ما ينسب إليك، ينسب إلى أبيه، أنت فقط تعيله وتنفق عليه وتربيه، لكن ما تنسب إليك، ادعوهم إلى لآبائهم هو أقسط عند الله. فالعرب كان يجوز عندها أن تنسب هذا الولد إليه، تقول زيد بن محمد فيصبح كأنه ولد محمد. فأراد الله أن يبطل هذا التبني على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الأمة. فأولاً أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيداً أو زينب من زيد، فكانت تتأبى قليلاً، فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة أمرهم من أمرهم، فوافقت فتزوجها زيد، لكنها بقيت يعني الرغبة، يعني الرغبة في الزوجية. زيد ما شاء الله في منزلته في الإسلام وفي غزوه وفي قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعاب، وزينب في منزلتها كذلك، لكن ما كانت تحبه، ما كانت توده، فكانت تعيش معه حياة هامشية، ولكن كانت تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد أمره، وقد أنزل الله في ذلك أمرا ربانيا. فأراد الله أن كلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد يعني ويريد أن يطلقها، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني أنت تعلم بأن زيد سيطلقها وأنك ستتزوجه، فيقول لماذا تخفي هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يعني أن يطلق رجلا امرأة من زوجها، وهو القائد صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها فالجنة عليه حرام. طلقها يا زيد؟ قال أطلقها، وطلقها. بعد انتهاء عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش لقد تزوج محمد زوج ابنه، هو ممنوع عندهم هذا، يعرفون بأن ممنوع، فأنزل الله سبحانه وتعالى بأن هذا ليس ابنا لرسول الله، وما كان أباه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ثم قال في بداية سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فهدم الله تعالى التبني بالقرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت زينب بنت جحش زوجة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة الصحيحة وأنها بالتفسير، لكن أن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعشق زينب وأنه ما تحمل عشقها، حتى أنه عندما ذهب يوم من الأيام إلى بيت زيد لم يجده، واطلع في البيت فوجد زينب تستحم أكرمكم الله وشعرها منسدل على ظهرها، فوقع حبها في قلبه. هل هذا يليق بإنسان معتوه شاب هكذا طايش؟ حتى يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق؟ فهذه الرواية باطلة باطلة. وفسروا على ذلك قال وتخفي في نفسك ما الله مبدي، يعني تخفي حب زينب، فهذا كلام باطل يا إخواني، هذه الرواية باطلة لا يعول عليها أبدا. فإذن على هذا نخلص أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قمة المراتب العلية، وإلا لم يجعلهم الله تعالى قدوة لخلقه وأمانة لتبليغ رسالاته ووحيه وتشريعه. فلو كان منهم هذه الهنات وهذه المؤاخذات وهذه المعاصي وهذه الآثام ما اقتدى بهم الخلق، قالوا هكذا الأنبياء. وإلا فإن أهل الكتاب يذكرون في كتبهم المحرفة كما رأيتم كثير من الوقاحات ينسبونها إلى الأنبياء، ما يمكن أن تصدق وأن تقبل في بشر، فما بالكم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أمرنا الله تعالى أن نقتدي بهم، فبهداهم مقتدي.